أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا محشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.